إمام حسين شركة صارب سيف مختصة بصناعة تاكور مختصة بصناعة الإنارة العمومية، قادرين على تغطية السوق الوطنية تقريبا 100% لا لشيء سوى، لأننا ننتج 3 كونتينرز بير داي، يعني 3 كونتينرز بير داي، لكن نوظف ما يربو عن 300 عامل. المصنع متواجد في بعض الصخرة في العلمة، ننتج كل أنواع الإنارة العمومية، لا لامب صغيرة، إكليراج بيبليك، عندنا براءة اختراع في منتوج الريشة هو متواجد هنا. في التصدير لا، ما زال. نعم نعم نعم. أنا باش تقول لي منتوج جودة لازم يقراوات في الخارج. نعم. إذا ما شراولكش في الخارج، يعني ما عندوش جودة. معالي الوزير. لازم الآن بما انك تقول تقدر تغطي السوق الوطني. نعم. الان مع صار نسبه ادماج معقوله. انا لازم تخرج الى الخارج. اكيد اكيد معالي الوزير. الحصه تاعها والحصه تاعها في العالم العربي في افريقيا في اوروبا. معالي الوزير دكتور المحترم. احنا الان السوق الوطنيه قادرين على تغطيتها 100%. يعني ما شاء الله، يعني بتتفضل زيارة مصنعنا أنت والوالي المحترم مع عناية الوالي المحترم، يعني ترى يعني بأم عين. معليش رخصة اللي عملنا لك الأخرى؟ رخصة الاستغلال، لكن أنا ما زلنا في الإجراءات مع عناية الوالي، ما زلنا في الإجراءات. مصنع ثاني؟ لا، عندنا اثنين مصنع، عندنا مصنع لاكول وعندنا مصنع لانوا. ريتاك رخصة، ريتاك رخصة. لا، عندنا اثنين مصنع، ما زالت الرخصة، ما زالت ليس بعد، ما زالت ليس بعد، ما زالت ليس بعد، مازالت ليس بعد، وهذا راك تخدموا في المصنعين. نعم، نعم، عندنا مصنع على لاكول. أكيد أكيد، أنا اللي نخدم الحمد لله. لا لا، أنا نخدم الحمد لله. يخدم ديجا. أنا نخدم الحمد لله. لا لا، لله الحمد والمنة. تخدم لا رخصة، تكل على ربي. بارك الله.